اهلا بحضراتكم من جديد. برحب بضيفي اللي انضم لنا في الاستوديو الكابتن احمد حسني. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا بيك كابتن ايسر. اهلا بحضرتك. لاعب بالاسكواش بالنادي الاهلي، ويعني في قصه كده فيها اراده وتحدي معاك شويه. يعني شويه بحاول، يعني لسه اهو ببتدي، وربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. يعني انا يمكن طبعا اعرفك على المستوى الشخصي يا كابتن احمد، وعارف قد ايه انت كنت عندك حلم، والحلم بعد شويه. انت كنت لاعب كبير وانت في الناشئين، وبعد كده اتجهت للتدريب، وبعد كده قلت لا انا عندي كلام تاني. احكي لي القصه بقى. هي قصه طويله شويه بس هحاول اختصرها. لا أنا عايزة طويله طويله. ماشي مفيش اي مشكله. ماشي حاضر. كنت الحمد لله طول عمري بلعب باسم نادي الاهلي من وانا عندي 6 سنين ونص 7 سنين. الحمد لله طول عمري ترتيبي من توب فور، يعني من اول اربعه على مصر طول ما انا بلعب، لحد كده ما حصلت معايا مشكله صغيره قبل بطوله العالم خلتني ما عرفتش اروح البطوله. يعني ما كان عندك كام سنه كده؟ كان عندي 18 يعني 18 تقريبا. فما ما حظ يعني ما حالفنيش الحظ ان انا اروح بطوله العالم. يعني كأي شاب بقى احبطت شويه، وحسيت ان انا يعني كان حلم ان انا عايز اروح بطوله العالم دي، وكنت حاسس ان ممكن اعمل فيها حاجه كويسه. فبس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل طبعا. فبعديها خلاص قررت ان انا اروح ان انا امرن، ما العبش تاني خلاص ولا اكمل بروفيشنال ولا اي حاجه. قررت ان انا اروح تاني ان انا امرن في النادي. قعدت تقريبا 6 سنين امرن، لحد ما فيش يعني لسه ما فيش 6 شهور قررت ان شاء الله ان انا ارجع العب تاني بروفيشنال. وان شاء الله لسه طبعا المشوار طويل جدا، يعني صحيح. لسه في اوله ومحتاج يعني مجهود وعزيمه قويه جدا، فلسه بحاول يعني، وربنا يا رب يكرمني ان شاء الله في اللي جاي. بس ليه 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 عايزك تحكي القصه؟ خد بالك هيتفرج علينا ولاد صغيرين ناشئين. انت كان وزنك زاد وكنت فتنسك كمدرب غير لاعب طبعا، اكيد فرق شاسع طبعا، وما شاء الله تاتش وود. مش عايز احسدك، نزلت تقريبا كام كيلو كده لحد دلوقتي في الست شهور دي؟ حوالي نزلت 12 كيلو 12 كيلو تقريبا 12 كيلو. وكمان المرحله اللي بعد كده ان انت تريبليس الكلام ده بماسلز وعضلات. ما هي دي الفكره. انا رحت عند يعني حد بتاع مخصوص نيوتريشنز للموضوع ده، اللي هو ازاي ان انا هحاول ما اخسش من الماسلز اخس فات، لان اونس انت خسيت في الماسلز دي هتسبب لي انا مشكله في التنفس، مشكله في اللعب، هتبقى عندي مشكله كبيره جدا. فكانت لازم تنظيم من النوم، من الاكل، من الشرب، من التمرين، عدد ساعات التمرين الصبح بالليل، يعني لازم كل حاجه تبقى منظمه. حياه البروفيشنال عامه بتختلف شويه عن يعني المدرب. طبعا المدرب حاجه كبيره مش حاجه صغيره، وطبعا بس يعني بس بياكل براحته بيسهر براحته يعني براحته. بيبقى عايش حياته اكتر شويه. لكن دلوقتي طبعا في فرق كبير جدا، نوم بدري، صحيان بدري. تشرب لبن يا كابتن ولا لا؟ بشرب كل حاجه والله، مش سايب حاجه. لا بس برافو عليك. لا يعني بحاول والله، بس الموضوع يعني صعب، بس هو يتعمل، بس محتاج عزيمه واراده. يعني لازم الواحد يبقى قدامه تارجت عشان يحققه، لازم يعني. طب خليني اقول، انت بتقول طبعا حته، انا عارف المأساة اللي انت فيها طبعا، حته ان انت عايز تقل فات او دهون، وفي نفس الوقت ما ياثرش على البرفورمانس بتاعك في الملعب، لان انت محتاج تعلى ماسلز وتعلى مستوى. الموضوع ده مكلف جدا، يعني عايز اقول لك انا الله يكون في عونك. بتعمل ايه طيب؟ يعني ازاي بتقدر توفر الموارد الماليه دي؟ والله يعني طبعا النادي يعني شايل عني جزء، يعني كاي لعيب عادي انت هتروح في النادي بتمضي عقدك بتلعب عندي مفيش مشكله. طبعا ما بيبقاش شايل كل حاجه، مش بيريكفر اللي انت حجم المصاريف انت طبعاً. بس طبعا بيبقى في مساعده طبعا، يعني هو النادي بيقف جنبك في حته. وانا بس المشكله احنا عشان لعبه فرديه فمصاريفها اكتر شويه. الناس فاكره العكس. لا في اللعبه الفرديه مصاريفنا ازيد شويه. وطبعا يعني اكيد اكيد يعني بابايا ومامتي الصراحه يعني دايما بيسبورت وفي ظهري في كل وقت الصراحه. يعني من هنا بنديهم كل التحيه. لا لا ده بابايا ومامتي دي حاجه ثانيه. لا يعني صميم صميم يعني يعني طبعا يعني لا لا الصراحه دايما جنبي، وفي الماتشات دايما تلاقيه بيكلمني. وحتى انا كنت لسه في كندا من اسبوع 10 ايام. لا ما تسبقش الاحداث، خلينا بس واحده واحده. يعني قصدي دايما بيسبورت، دايما ما ينامش وقاعد يكلمني. وكلت شربت نمت، طب ركز، طب مش عارف ايه، طب مش عايز حاجه. يعني دايما الصراحه يعني هو الاساس، يعني كل هو اللي ممكن يكون السبب الحمد لله ان انا ارجع العب تاني، هو وخطيبتي الصراحه. يعني اهم اثنين خلوني ارجع العب، والفريق الصراحه ربنا يخليهم لك. وبيبقى الواحد بيبقى كويس ان انت فاكر
كويس مين اللي وقف جنبك اكيد وصحك. اكيد ده حاجه اساسيه طبعا، دي حاجه ما تتنسيش يعني طول عمره الصراحه، يعني مش يعني دايما يخليني اخد انا القرار وبيساندني في الاخر ايا كان بقى، يعني دايما يخليك انت تقرر وتفكر وتشوف انت عايز ايه ويساندك هو في الاخر. يعني قول لي كابتن ناصر زهران طبعا المدير الفني ده طبعا حبيب الكل، يعني خلينا نقول يعني كان 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 شايف ازاي خطوتك دي؟ شجعك؟ قال لك روح وانا معاك؟ وفر لك اعمل لك ايه؟ كابتن ناصر الصراحه يعني والله انا مش عارف اقول حاجه، بس يعني يا ريت يا جماعه لو ينفع كابتن ناصر يبقى معانا على الهوا. هو كابتن ناصر بص هيشوف بتقول بابايا عمل ايه؟ هو بابايا بقى في سكواش، هو الاب الروحي بتاعي في سكواش. مفيش طلب الصراحه بطلبه منه يعني اي حاجه، اي مساعدات في اي حاجه الصراحه ما بيتاخرش عني في اي حاجه. دايما فعلا والله يعني يكلمني يقول لي يا ابني انت عندك كذا كذا ركز، الماتش اللي جاي مثلا ده هتعمل فيه كذا ركز. وجهازه الفني الصراحه اللي معاه على اعلى مستوى، يعني كابتن محمود عبد القادر الدكتور اللي عندنا في النادي، مفيش حاجه حتى في التمرين نونس ان انا حسيت باي وجع اي حاجه فيه، لا لا كله الجهاز الصراحه. بتتمرن مع مين يا كابتن؟ كابتن محمود عبد القادر. كابتن كبير و... لا ما ينفعش اتكلم عنه ده تاريخ يعني، بس هنقطعه برضه انزل لو انت لقطعه في الملعب. هو لحد ما انا كنت لسه بضرب كان بيكسب والله، كان بيكسب بس لحد النهارده بقى في تحدي. في تحدي؟ لا تحدي رهيب مش سايبه، بطلع فيه القديم كله. انا جاي اهدي النفوس، اوعى اوعى بطلع فيه القديم كله. طب قول لي يعني برضو خلينا نقول يعني دور برضو النادي الاهلي في الحته دي، انت كان الاول النادي الاهلي عنده مشكله في الملاعب وكان ما فيش ملاعب، وبعد كده تم انشاء الملاعب، وبعد كده بدات اللعيبه كلها تبقى موجوده في النادي. هل طبعا الامكانيات دي بتساعدك، بتخليك مش محتاج تطلع، بتوفر لك يعني الموضوع مش فلوس بس، خد بالك يعني. شايف ده ازاي يا كابتن؟ انا من الاسباب اللي ما كنتش عارف انظم فيها تمريني اللي ما كانش في ملعب في النادي الاهلي، من الحاجات اللي خلتني يعني القرار يجي اسهل ان انا ابطل ان ما كانش في ملعب في النادي الاهلي، لان يعني انا ساكن جنب النادي، ان انا عشان كنت اروح اتمرن في اخر الدنيا وارجع، واحنا بنتمرن دايما فترتين ما ينفعش نتمرن فتره واحده، فان انا اروح وارجع واروح وارجع طبعا حضرتك عارف الزحمه مش طبيعيه. لا والمصاريف الانتقالات والكلام ده موضوع، لا دي حاجه ثانيه، بس يعني اتكلم كمان في الاساس ان هو بياخد مجهود منك اكتر من انت عايز تروح تعمله في التمرين، بتكسل يعني ما بتبقاش قادر. فلا الملاعب لما اتعمل طبعا في النادي. طب وبرضه قول لي يعني في منافسه يعني دلوقتي، هل في كفاءات جت او لعيبه؟ انا عارف طبعا الاجابه بس كفايه اخر اضافه بينك وبينهم، كفايه اخر اضافه كابتن كريم عبد الجواد بطل العالم كان ربنا عنده بطوله عالم كمان اسبوع، بيلعب بطوله عالم فرق دلوقتي ربنا يكرمه. يعني كريم بيلعب بطوله عالم فرق دلوقتي فين؟ في فرنسا، وهيطلع بعد كده او في فرنسا هيلعب بطوله عالم، هيلعب فردي بس في مانشستر في انجلترا. بس فرنسا وانجلترا ما فيش ده نفس. بس هيجي هنا الاول ثلاث ايام، انا هو طبعا يعني اصحاب على المستوى الشخصي يعني ده اكتر من اخويا طبعا، متربيين مع بعض واحنا صغيرين، دايما كنا بنكمبيت على طول في كومبيتيشن فظيعه واحنا صغيرين. ف بتتمرنوا دلوقتي مع بعض على طول؟ طبعا مقطعين بعض. ها طبعا. لا ده احنا ابويا لا بس هو اللي بيقطعني اكتر شويه. هو طبعا بطل عالم وانت كمان لسه هو اللي بيقطعني شويه، بس انت ان شاء الله هتجيبه اكيد. لا انت يعني ان شاء الله يعني المهم ده يصب في مصلحتنا احنا في النادي وفي الدوري كمان، احنا عندنا دوري ان شاء الله كمان فتره، وعندنا كابتن ياسرب عادل لسه منضم للفريق جديده برضه. ياسرب ياسرب معانا ياسرب كيف المفروض تيجي النهارده؟ بس تقريبا عندها ظرف او حاجه. فان شاء الله يا ضيفتين كويسين جدا لينا في الدوري السنه دي، وان شاء الله نعمل نتائج احسن من السنه اللي فاتت بكتير باذن الله. احنا اتكلمنا على طبعا الاراده والعزيمه اللي كانت عندك، ودي حاجه انا بحييها جدا جدا فيك، وانا عايز اقول لك ان انا قاعد قدامك انا فخور بيك جدا، لان انا عارف كان وزنك ازاي وخسيت ازاي وبشوفك بتتمرن ازاي. انا بحقيقه الموضوع ده يعني بيفرق معايا جدا على المستوى الشخصي. خلينا نتنقل للبطولات اللي انت شاركت فيها السنه دي. هنتكلم الاول على البطولات المحليه، عملت فيها ايه وترتيبك ايه في مصر على المستوى المحلي؟ ترتيبي في مصر الحمد لله السنه اللي فاتت خلصت السنه كنت نمره واحد. السنه دي لعبت حوالي ثلاث بطولات او اربع بطولات، كسبت اثنين. ايه هم البطولات اللي لعبتها؟ لعبت منطقه القاهره كسبتها، دي خسرت فيها في دور الثمانيه. لا في الثمانيه، وبعد كده لعبت بطوله، كان في بطوله طنطا دي خدت فيها اول الحمد لله كسبت البطوله. بعد كده لعبنا بطوله الصيد، كان عندي فيها لعيب من اللعيبه اللي بتلعب معايا وبتسافر بره، كان لعيب جامد بس القرعه شهاب عصام، القرعه صدفتنا ان احنا لعبنا في اول ماتش
فهو كسب 3 يعني. انا دايما المفروض بننزل انا واحد هو 2 او العكس. نتقابل بعد فاينل. نتقابل بعد فاينل. فالقرعه في الدور الكام؟ قابلنا في دور ال 16 او دور ال 8 في اول فيرست راوند او سكند راوند. لو كانت القرعه رجل لا كتبت عارف انت القرعه دي بتخلص بدري بدري على لعيبه كتير قوي. كسب هو يومها 3-2 12 10 يعني. كان فاينل فرق ما هو بعد كده هو كسب البطوله كلها كانت بالنسبه له فاينل. اسهل كتير يعني الفاينل جه بدري. بس ده مش ظلم في القرعه ولا ايه؟ هو ما لعبش بطوله فالرانك بتاعه قل شويه فده اللي حصل يعني. خلي بالك انا قديم طبعا ملك الباسكت ملك فاكر لما كنا في امريكا وحصل انا عايز اقول برضو كان موقف فاكر ونزلنا جري على الملعب طبعا. طيب خلينا نقول برضو حاجه كمان ده على المستوى المحلي. رانكك الحمد لله اول تاني ده طبعا انجاز كبير جدا من بعد من واحد مبطل بقاله 6 سنين. المستوى الدولي انا لسه راجع من بطوله في كندا كانت تريال ولا فين؟ في حته اسمها ساسكاتون. ساسكاتون يعني البلد ساسكاتون. ف سفر بعيد قوي من عارف عشان كده بسالك. بس هي بطوله كبيره مش صغيره يعني. في بطولات احنا عندنا اللي بتتصنف بطولة يعني ليفلات زي يعني رقم البطولة اللي هو فلوسها يعني البرايز لاين بتاعت البطولة. بطولة بخمسة بطولة ب10 بطولة ب10 دي لازم يلعب فيها مثلا توب 50. البطولة بخمسة يبقى توب 100. فدي كانت بطولة كبيرة مش بطولة صغيرة. وبالنسبة لي كانت أول بطولة ولسه شارك في بطولة يعني ولسه اكسبيرينس يعني يعني فلسه والرهبة بتاعت البروفيشنال. كابتن محمود عبد القادر أهو على فكرة جاي في ال كابتن لا كان موجود كابتن كان موجود وحبيبي اهي حبيبي ماسكه واحد واحد خد بالك محدش هيهرب مني لا اتفضل بس فسافرت انا كندا دي الحمد لله يعني ربنا انا شايف ان بالنسبه لاول بطوله يعني عملت الحمد لله شغل كويس قوي فيها. كان ترتيبي قبل ما بتبتدي ترتيبك بيبقى تقريبا 550 طبعا بتبتدي انا بادي من الصفر يعني بادي واخد الموضوع من الاول خالص فالموضوع يعني اصعب طبعا. فالحمد لله بعد البطوله دي انا خسرت الدور الثانيه بس كسبت في دور ال 16 ولد اسمه كريت جوردن من امريكا. الولد ده ترتيبه نمره 59 على العالم. ده يفرق معاك جدا ده. فالحمد لله الماتش ده كان يعني مفاجاه البطوله الصراحه. فرق معايا جدا في الترتيب تقريبا النهارده الرانك بينزل كل اول شهر. فالنهارده الترتيب نزل فببص فيه يعني قلت اكيد مش هبقى لسه في هبقى وصلت كام؟ 360 يعني 360 بالظبط حاجه. برافو عليك. فيعني بطوله واحده نطيتك حوالي 200 اسم تقريبا. ولسه ان شاء الله الله يبارك في حضرتك. والله خبر جميل جدا حقيقي. الله يخليك. بس طبعا احنا بالنسبه للسكواش اللي هو 300 وحاجه طبعا احنا في مصر ما بنقبلش غير كابتن انا بتكلم انت قلت كلمه حلوه خلينا بس نقول انت جاي من بعيد خالص اللي انت بتعمله ده انجاز كبير يا جماعه. ما انت بتشوف نسبه وتناسب. في واحد بادئ من 5 وصل 10. في واحد بادئ من 7 وصل 10. في واحد بادئ من ماينس صح وبيوصل لخمسه انجاز. هي دي هو يعني هي دي التريك عشان حاجه بقى رياضي طبعا فاكيد هتبقى طبعا. فلسه بقى السكادول بتاع البطولات ان شاء الله بقى الفتره دي عندي كمان اسبوعين هسافر الكويت ان شاء الله بطوله. وعندي في شهر 1 3 بطولات في ماليزيا. هتروح الثلاثه؟ لازم هو لازم في الاول كده تبقى موضوع تعب شويه. انت كده هتشارك في 5 بطولات كده ان شاء الله. كندا واحده الكويت لا كندا لعبتها. انا بقول اللي جاي يعني اللي جاي 4 4 واللي فاتت 5 توتال هيبقى 5 5 دول ممكن يدخلوك توب 50. ممكن ابقى توب 80 او توب 100 يعني في الرينج اللي هو لو عملت لو ربنا كرمني ان شاء الله وفقني في البطولات دي يعني. بس البطولات الماليزيه بتبقى صعبه شويه كده عشان هم سكواشهم كويس زين. ما انا بقول لك وباكستان صعبه. باكستان صعبه والهند هتلاقيهم واخدين مجموعه هنا الهند وباكستان عندهم التالنت يعني عندهم الموهبه زين. ولما بيروح معاهم المصريين كمان بتبقى نار. بس انت قدها خد بالك يعني. يا رب ان شاء الله. طب هي بطوله الكويت كمان اسبوعين ان شاء الله باذن الله. وبطولات ماليزيا اسافر من مصر يوم 10/1 يعني عشرة هيبقى بعد الكويت حوالي اسبوعين برضه. هترجع مصر تتمرن طبعا وتسافر ان شاء الله. طب انت نفسك في ايه النادي الاهلي يعمله لك؟ انا برضه ليه بقول الكلام ده دايما لانه اكيد بيتفرج علينا مسؤولين واكيد ناس يعني وارد جدا مسؤولين في النادي الاهلي يكونوا بيتفرجوا علينا. صوتك بيوصل. نفسك في ايه ساعدك بيه النادي الاهلي؟ بص هقول لك حاجه مش كلام والله مش عشان على زوتا بس هو فعلا النادي موفر لنا كل التمارين موفر لنا كل المدربين المتميزين في اللعبه مش جايب لنا ناس اي كلام.
طبعا يعني اكيد الحته الماديه هيبقى ليها دور، بس يعني النادي بيساعد من وجهه نظر على قد ما يقدر يعني. ما يعني يعني انا قصدي اقول البطولات الدوليه دي لازم برضو الحقيقه يعني، انا بقول ما اعرفش اللي بيحصل ايه، ولكن اتمنى ان يكون النادي الاهلي بيخش معاك فيها يساعدك. الصراحه لا ما هنتكلم بصراحه، لا ما بيحصلش. انا طب انت حتى بسالك سؤال، هنجيبها من موضوع تاني، لو خدت رانك فيها او يعني خدت اول تاني تالت، ممكن النادي الاهلي يخش يساعدك فيها ولا؟ انا بسمع ان في لائحه كده. ما اعرفش طيب. يعني يبقى هو هي الموضوع اللي انا نفسي فيه يحصل بقى، لان انا سمعته كتير من الالعاب الجماعيه حتى التنس، خد بالك الالعاب الفرديه انا اسف. ليه ما فيش يعني نحط ايدينا على اثنين ثلاثه بروميسنج احنا شايفين في النادي الاهلي ان هم كويسين، سواء بولاد او بنات على المستوى الكبير، ويقول لهم مثلا احنا نديكم ثلاث بطولات دوليه من عندنا. دي حاجه مش عايز اقول حاجه يعني، حاجه كلنا نتمناها اكيد يعني، دي حاجه يا رب وسامعينا دلوقتي ويا رب تحصل طبعا. لا لا لان دي حاجه دايما الواحد في الاول بيبقى اهم حاجه البوش الاولانيه، صح؟ لان انا يعني وانس ان انا وصلت، مش هقول لك ان انا مش هبقى محتاج، لا طبعا انا محتاج السبورت جدا، ومحتاج طبعًا الناس تبقى جنبي، وحب الناس ليا ده اهم بكتير طبعًا من اي حاجه تانية. بس اللي انا بتكلم فيه ان انت خلاص بتبقى وصلت، ففهمت وعرفت وخدت خبره كفايه جدا ان انت تعرف تتصرف في كل المواقف، لكن انت لسه في الاول بتبقى بتتزنق في حاجات كتير، صح؟ يعني بتبقى محتاج دايما، صح، اللي ما يخوفك يعني، تبقى ما تبقاش خايف، صحيح، على الاقل بيشيل البريشر من عليك وانت بتلعب، ما تبقاش مضغوط وانت بتلعب، ما تبقاش تفكر طب انا لو خسرت وما خدش البرايز ماني دي طب انا هعمل ايه في اللي جاي، طب هطلع البطوله الجايه ازاي، طب هعمل لو يعني يبقى دي قصه ثانيه خالص. لا لا هي اللعبه الفرديه اصعب بكتير. بس انا يعني بقول ايه، بقول انه يعني انا بقول يعني بتمنى، بضم صوتي لصوتك زي ما بيقولوا، ان احنا نتمنى ان النادي الاهلي يشوف اللعيبه البروميسنج ويقول ده المدير الفني اكيد ناصر زهران، ويقول مثلا انا شايف عندي اثنين بنات اثنين ولاد كويسين، شايف دول بروميسنج، لا احنا لينا ثلاث بطولات هنتحمل تكلفتهم في السنه، وانت تشيل مثلا ده يبقى طبعا كويس جدا. فاكيد كويس جدا، لان انت في البطولات انت لما بتكسب فبتاخد جزء يعني يساعدك، مش كبير طبعا من الفلوس اللي انت بتبقى صارفها، يعني ممكن تاخد في الثلاث بطولات زي يطلعوك بطولتين تانيين، فدي حاجه برضه تساعدك جدا. انت مطلوب منك في السنه 12 بطوله، 12 بطوله دول عايزين مش اقل من ربع مليون جنيه، فانت انك تصرف في الاول ربع مليون جنيه ومش شرط ان انت توصل، فانت ممكن تصرف سنه كمان، صح؟ يعني فانت بتتكلم في بال، فدي حاجه يعني مش اي حد هيبقى قادر ان هو يعملها، مش سهله طبعا، لازم النادي بيسبورت، بس يعني بتبقى على حسب برضو امكانيات النادي يعني. مش بص يا كابتن، انا عندي حاجه يعني وانا شايفها في عينيك بامانه، اللي عايز يوصل لحلم بينحت في الصخر، دي حقيقه. بتقعد تدبرها من هنا وتدبرها من هنا لا انا هقول لك على حاجه، هو انت يعني بجد بتحسب، انا مش بفكر ايه اللي هيحصل على قد ما انا بفكر ان انا عايز اوصل لده، فلو لان انا لو بصيت هنا ولا هوصل ولا هنا ولا هنا، فانا يعني لو ما خدتهاش واحده واحده مش هتحصل يعني، لان انت لو بصيت يا نهار ابيض عايزه كذا، دي عايزه كذا، دي عايزه كذا، مش هتوصل. انت ركز في تمرينك، في اكلك، في شربك، في نومك، في مواعيد التمرين، هتتعمل ايه النهارده، طب المفروض تعمل كذا، المفروض تعمل كذا، لان ده هيبقى اهم بكتير، ده هيوصلك اسرع بكتير ما تقعد تفكر، صحيح، في الحاجات اللي بتضغطك مش هتخليك تعرف تلعب، صحيح. طب قول لي يعني انت برضو في اكيد حد عايز تقتدي بيه، يعني دايما اي واحد بيبقى له قدوه، ممكن تبقى قدوه في سنه، ممكن تبقى اكبر منه، انت شايف قدوتك مين في القصه دي؟ هي قدوة يعني ممكن تبقى غريبة جدا بالنسبة لو هو سمعنا وانا بقولها، يعني هو عملها بس بطريقة مختلفة، كابتن علي فرج، هو نمرة 5 على العالم النهاردة، انا كنت بمرنه يعني علي فرج في فترة انا كنت بمرن فيها كنت انا بمرنه، بس هي الفكرة ان هو سافر امريكا يدرس 3 سنين 4 سنين بعيد عن سكواش تماما، يعني كان بيلعب بس ما بيحتكش بطولات رسمية ولا الكلام ده خالص، كان ممكن يكون بيتمرن مواظب يعني جسمانيا محافظ. انا يعني الفرق بيننا ان انا ما كانش في دماغي ان انا هرجع العب ترجع تاني، فهو كان محافظ على جسمه عشان هو كان محافظ عشان عارف ان هو هيرجع يلعب. يعني علي بطل برضه؟ بطل بسبب الجامعه، لان يعني هو كان بيدرس في جامعه في امريكا، ففضل. وابن نادي الاهلي ولا لا هو؟ لا هو من النادي هليوبلس. النادي هليوبلس معلش جيراننا برضه. لا لا عادي. فالفكره كلها ان هو بعد ما بعد شويه يعني رجع لعب، وما شاء الله دخل بسرعه جوه التوب 10، فدي كانت حاجة يعني لازم بصراحة لازم يبقى قدوة يعني، حاجة الواحد يفتخر بيها طبعا. بالظبط، لأن هو أنت يعني يمكن اللي أخرك شوية حتة إن أنت ما كانش في دماغك ترجع تلعب زي ما أنت قلت. طبعا، حتى جسمانيا ما كنتش مؤهل إن أنا أرجع ألعب. يعني ما يعني جسمانيا إن أنا كنت بعيد تماما، ولو أنا برجع ألعب وبتكلم مع مدربين التأهيل والفتنس
طب الاصابات، ما لازم نخلي بالنا من الاصابات، فلازم التمرين بطريقه معينه. طب اكلك، طب شربك. المشكله كمان ان الاكل حد ذاته ده بيبقى عايز منتاليتي قويه جدا، ان انت ما تاكلش حاجات معينه وما تشربش حاجات معينه انت بقالك 6 7 سنين بتعملها، فانت بعيد كل البعد، يعني بعيد كل البعد. فالنهارده ان انا اروح واوصل واسافر وافضل قاعد لوحدي واكل نفسي واشرب نفسي ومش عارف يعني قصه تانية خالص. بس حاجه حلوه تماما يعني ما تتقارنش باللي فات. يعني لا طبعا يعني حاجه بتحس بالفخر بنفسك ان انت قدرت تتغلب على. كفايه ان حضرتك بيبقى عندك هدف وعايز تحققه، يعني ده في حد ذاته انت يعني عايش ليك تارجت معين عايز تعمله، فدي حاجه حلوه بتخليك دايما عندك امل وعندك روح كده. يعني لا حاجه احساس حلو. طيب قول لي، يعني انت قلت لي هتلعب 5 بطولات دوليه، الكويت وبعد كده 3 ماليزيا. اه ان شاء الله. وانت بتقول انا بفكر خطوه بخطوتها، ما بفكرش بعد كده الدنيا ماشيه ازاي ولا ايه اللي هيحصل ولا 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 الكلام ده كله. طيب خليني اسالك سؤال، انت راجل دلوقتي بتلعب على مستوى المحترفين، شايف السكواش في مصر رايح ازاي؟ هل هو طالع ولا شايفه نازل؟ بامانه. بامانه، هو المشكله ان انا مش هتكلم غير بامانه. لا لا اصل خد بالك احنا اسواق. لا اصل هي الموضوع مش يعني احنا بنناقش قضيه، مش بنناقش اشخاص او بنذكر اشخاص، احنا بنناقش قضيه. انا فاهم قصدك. هقول لك حاجه، في مشكله في مصر بتحصل دايما ان الجيل القديم يعني بيبقى اقوى من الجيل اللي جاي. كل يعني حضرتك لو جبت الاصغر مني هتلاقيهم اضعف، لو جبت الاصغر مني هتلاقيهم بيضعف. يعني قصدك كل ما بنغمق في الدنيا الموضوع الموضوع بيبقى اصعب. وبره بيبقوا شايفينها ان هي حاجه كبيره قوي كرياضه، مش زينا تماما خالص. يعني الرياضي هناك يعني من دي 1 حتى لو مش بطل هو ليه سبونسر وليه حاجاته، يعني هو يا دوبك بيروح يلعب، هو مطالب منه ان هو يروح يلعب، مش شايل هم اي حاجه خالص. يعني انا شفت في البطوله ناس مثلا ترتيبه 500 ولسه بيبتدي ومعاه سبونسر مضارب فتن جزم شنط. يعني انا يعني مثلا انا الحاجات دي حتى انا اللي بجيبها على حسابي. يعني ده كريم عبد الجواد هو بطل العالم، ربنا يا رب يوفقه في البطوله اللي هو فيها فعلا. يعني طب انت بتقول كنت بتقول يعني انت بتتمرن معاه وبتشد معاه وهكسبه ان شاء الله. يعني هحاول. على فكره كريم كان معانا وكان قاعد في نفس المكان اللي انت كنت قاعد فيه. فعلا؟ جه معانا ضيف هنا وهو خجول جدا يعني. هو مؤدب قوي الصراحه. يعني هو مش خجول عشان قدام التلفزيون، هو حتى في الحياه اللي عليه هو خجول، هو بطبعه هادي. خجول بس الهدوء ده مش في الملعب. مش في الملعب، لا في الملعب. في الهدوء ده في الملعب عنيف جدا، عنيف. هو في الملعب فظيع. بيقولوا عنيف كده جامد. بس هو يعني واضح برضه ان هو عنده حته الاراده كمان عاليه جدا. كريم ما شاء الله عمل السنه اللي فاتت مفاجات قويه جدا. رامي عاشور يعني لا لا ده كمان مش فاكر، هو كان بيخسر من حوالي من 5 أو 6 لعيبه كانوا سابقينه، ما شاء الله قعد طول السنه ما بيخسرش منهم. كسب بطوله العالم، كسب بطوله قطر، يعني كسب حوالي 4 أو 5 بطولات من اكبر ال5 أو 6 بطولات اللي بتعمله في السنه ما شاء الله. فعمل يعني حاجه كبيره جدا. يا رب ان شاء الله ان شاء الله تقدر باذن الله. ده حتى كنت وانا مسافر كندا شافني في المطار بالصدفه، اتقابلنا، كان هو رايح بطوله في هونج كونج وانا كنت رايح كندا. فوالله بعض في المطار دلوقتي مش في النادي. لا هنا وهنا لقيته والله يقول لي يلا شد حيلك وان شاء الله بقى تبقى معايا وانت السفريه الجايه نسافر مع بعض ونقعد مع بعض في اوضه واحده، شد حيلك وانا اتمنى انت تبقى معايا. يعني الحمد لله الروح بينا بصراحه. لا لا الروح بينا حلوه جدا الصراحه. لا محترم قوي، ما تاخرش عنك على فكره والله. لا لا الله يخليك ما شاء الله عليكم. وعلى فكره برضو خد بالك النادي الاهلي في حاجه غريبه كده حتى في كل الالعاب، يعني تلاقي نفس الروح ما بينهم في اليد، هي السكواش. النادي الاهلي في حاجه حلوه. بص يا تنسم والله مش فعلا مش كلام، بس انا ما بعرفش العب غير النادي الاهلي. انا كان جاي لي اوفرز قبل كده ان انا هروح العب في كذا نادي بره النادي الاهلي. انا فعلا ما بعرفش العب في النادي الاهلي. انا مش متخيل ان انا مثلا هيجي يوم كده مثلا اسمي مكتوب جنبه اي نادي. يعني مش يعني في حين محترمين كل الانديه طبعا، الانديه الثانيه والانتقالات في الشرف الاهلي، بس فعلا فعلا يعني انا النادي الاهلي بالنسبه لي حاجه ثانيه خالص. وخد بالك ان برضو عايزين نوضح ان الانتقال في الاسكواش اسهل بكتير جدا من الانتقال في اي لعبه ثانيه. طبعا ما فيش اللعيبه ما بتدفعش فيها فلوس يعني زي النادي بياخد. نادي بتنتقل حر بمعنى صح. خلصت عقدك بتتنقل حر. لكن هي الفكره كلها ان انا يعني ما بعرفش ان انا العب حتى النادي. انا من وانا 6 سنين في النادي، بابايا بقى من قديم القديم بقى في النادي، فلا يعني ما شفتش غير النادي الاهلي تقريبا. صح ما شفتوش؟ لا لا انت بتقول انت لا هو والله العظيم بجد هو شرف لاي حد انه يلعب في النادي الاهلي. صحيح الروح
الاحتضان النادي بيحتضنك والمجموعه كلها مع بعض، بيبقى في كبير بترجع له لو في عندك اي مشكله، فعلا الف من بيساعدك يعني. لا بحس في راحه صحيح يعني، في راحه في النادي يعني. صحيح. انا مرتاح وانا في النادي. طب قول لي، كان كابتن ناصر قال لنا ان هو كل سنه ليك عدد معين لعيبه تتعاقد معاه، يعني هو ما قدرش يجيب غير كريم ويثرب السنه دي. بيبقى ليك اثنين في الرجال وسيدات، واثنين ناشئين ولاد، واثنين ناشئات بنات. يعني واحد رجال واحد سيدات كبار، واثنين ناشئين واثنين ناشئات. طب ايه الهدف من ان هو حاكم التنقلات؟ ايه الحاكم؟ بيتهيألي عشان بيبقوا عايزين يقللوا الانتقالات دي، علشان في كومبيتيشن. الكومبيتيشن تبقى اقوى شويه. بس الفكره ان من فتره ما كانتش كده، ففي نادي من الانديه خد كل اللعيبه، كل اللعيبه. ولحد النهارده لما بتيجي تاخد منه لعيب او اتنين عشان اللائحه الجديده، وادي دجله. وادي دجله. شفت بقى؟ لا بص، وادي دجله خد كل اللعيبه. فالنهارده لما بتيجي تاخد لعيب بتبقى انت محكوم ان انت تاخد. هم حاطين ميزانيه برضو يا كابتن ضخمة. يعني ميزانيه مش عاديه. كريم درويش، كريم درويش الصراحه بيؤمر يعني ينفذ، اسطوره في الاسكواش. يعني خد بالك، بمناسبه طبعا كابتن كريم درويش كان نمره واحد على العالم. اسطوره طبعا في الاسكواش يعني. حاجه ما شاء الله. انا بقول لك هناك ونادي وادي دجله محظوظ ان هو عند حد زي كريم درويش. ان هو يعني يكون في الاسكواش. كريم طبعا بطل عالم وادارجي 100 100 ومخطط زي الفل، بس من غير بادجت. سوري. طبعا مفيش حاجه. لا اكيد يعني مش هتقدر تعمل الرياضه النهارده. ما ينفعش تكون لوحدها لو مفيش فلوس، لازم بادجت. ما ينفعش. نو يعني. بس احنا هو الحقيقه كابتن ناصر لما كان معانا في الاستوديو قال لنا ان هو بيخطط الحقيقه انه ياخد الدوري من وادي دجله. كابتن ناصر عايز اقول حاجه، هو ان شاء الله دي تاني سنه ليه في النادي. كابتن ناصر السنه اللي فاتت احنا يعني عاملين حاجه شبه مستحيله بالنسبه للسكواش. صحيح. تالت. يعني اتخذنا تالت في الدوري. كنا تقريبا السنه اللي قبلها يعني سابع. انا مذاكر كويس قوي. السنه اللي فاتت. لا انا يعني لما كانت الكومبيتيشن لما كانت الكومبيتيشن بعيده، الواحد ما بيبقاش يعني ايه مش جاهز على السنه يعني. فسبعه من ثمانيه مش فارقه. النادي الاهلي دايما طول عمره بيبقى نمره واحد. صحيح. فلما تبقى سبعه او ثمانيه بتبقى الموضوع بالنسبه لك يعني. بس هو النادي الاهلي يقدر، بس هي المشكله اللائحه اللي محطوطه تمنع تنقلات عدد كبير من اللعيبه. بس ممكن ليها حلول داخليه كده يعني. ان اللعيب ممكن يجيب استغناء. وبالتالي ان هو يعني بيحاولوا يطوروا اللعبه. استغناء دي فلوس. ما هو بيتهيألي بقى ان هم ده الجديد، ان هم عايزين يحاولوا يطوروا اللعبه. ان انت زي مثلا لعيب الكوره، انا هشتريه من النادي يستفيد منه واللعيب يستفيد، ما يبقاش النادي بس ولا اللعيب بس. يعني ده ممكن يكون هدف من الاهداف. بس الفكره ان هو اتطبق في وقت مش مناسب لينا احنا بقى دلوقتي. احنا النهارده واقفين على رجلينا جدا في السكواش. طالعين التالت السنه اللي فاتت يعني. السنه احنا كنا ممكن ان شاء الله بالنفس احنا نطلع تاني او اول. بس النادي طبعا وادي دجله. ومين قبلنا؟ وادي دجله كان الصيد. كان الصيد. بس الصيد عنده لا مش غريبه، لان الصيد عنده حاجه مش عند حد تاني. ايه؟ الصيد لما بيجي يلعب الدوري بيلعب بثلاث انديه. صيد اكتوبر، صيد الدقي، صيد خلاص احنا باذن الله نلعب التلاته بتوعنا برضه. يا رب ان شاء الله. الجزيره مش هتسيبهم. بس ده لسه عايز وقت شويه. عايز وقت. ده لسه يعني. طب انت نفسك بامانه نفسك تشوف ملاعب سكواش في مدينه نصر والشيخ زايد؟ اتمنى طبعا. اتمنى، عشان لازم قاعده اللعبه تزيد اكتر من كده، لان احنا الحمد لله متميزين في اللعبه دي جدا. يعني عندنا من التوب 10 ست لعيبه او سبع لعيبه. النهارده يعني لو ما عندناش يعني بينزل في الدرو كله اللعيبه كلها ما بنكملش 1000 لعيب في بطوله الجمهوريه اللي هي اقوى بطوله في السنه. يعني طبعا مش قصدي حاجه، خاصه ان ملاعب السكواش مش مكلفه قوي يعني. مكلفة مش بس مش مكلفه للدرجه يعني. انت ممكن في مساحه صغيره تعمل لك ست ملاعب. ممكن طبعا. يعني ثلاثه كده وثلاثه كده. لا بس بقولك ان يعني لما يبقى عندك ابطال دي فالناس بتاخدها قدوه، فانت لازم تزود من ملاعبك، لازم تزود من البنيه اللي تحتها الاساسيه بتاعتك، لازم تبقى اكتر من كده واعلى من كده، لازم تبقى يعني مش هقولك يعني بيتعمل لهم برامج عشان ازاي يطلعوا يعني لعيبه بروفيشنال صغيرين ما يقعوش في نفس الغلطه اللي انا وقعت فيها. لان يعني مش احسن حاجه ان انت تبطل وترجع دي. يعني انت انك تكمل المنظر ده وتفضل مكمل على طول، لا طبعا ده حاجه احسن وتسهل لك اكتر. بص انا يعني عندي حلم كده جوه النادي الاهلي نفسي اشوفه الحقيقه. كان برضو كان ضيفي كابتن شريف عادل المدير الفني للتنس الارضي، واتكلمنا ان كان نفسنا نشوف سنتر كورت للتنس في النادي على اعلى مستوى. هنحطه في الباسكت عند حضرتك. لا اوعى تيجي عند الباسكت خالص، سيب الباسكت. لا انا بتكلم على ايه، لا انت عارف
في فرق بين انت تعمل صاله مغطاه وتاسسها او مش مغطاه. سنتر كورت مش لازم على فكره السنتر كورت ده ممكن يتعمل ده 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 بيشتروه مش مشكله. هو يعني لا بس انا قصدي اقول ايه هو عشان مكانه بس. ايوه مكانه ممكن انت عندك يتعمل في الشيخ زايد ممكن تعمل في مصر في مساحات وان شاء الله فرع التجمع الجديد فرع التجمع يقدر يتعمل. انا قصدي اقول لك السنتر كورت لما يتعمل تبقى مدرجات على اعلى مستوى بيكون جيم تحت المدرجات بيبقى فيه كل الفاسيلتيز بتاعت اللعبه يعني كل اللي انت ممكن تحتاجه يعني. نمره 2 نفسي اشوف برضه ملاعب سكواش في مدينه نصر الحقيقه لانه ليه انا مش هقول لك الشيخ زايد الشيخ زايد والجزيره قريبين يعني نقول مرتدي الفرعين ممكن نقول من المهندسين والشيخ زايد 6 اكتوبر عشان الطرف الثاني من اعضاء النادي ناحيه ثانيه من القاهره مفيش حاجه في هناك بالظبط يعني ده ممكن يخدم سكان التجمع ومدينه نصر اكيد. فانا يعني بحلم بالموضوعين دول يبقى في سنتر كورت للتنس الحقيقه وهنعيد وهنزيد فيه في برنامجنا وكمان يبقى سنتر كورت سكواش لا سنتر كورت تنس تنس ارضي انا فاهم قصدك وعايزين خلي بالك احنا عندنا صاله مغطاه في التنس الارضي في تنس الطاوله جامده جدا في التنس الارضي تنس لا تنس الطاوله فاحنا قصدي اقول لك ان اوريدي في عملنا طفرات في دي. انا نفسي السنتر كورت ونفسي اشوف البطولة دولية للسكواش. انا كنت لسه هقول لك على حاجة احنا من فترة طويلة قوي بس ده من فترة يعني كنت انا لسه صغير كنت بشوف لعيبة النادي كلها كانت بتلعب كان الاهلي بيعمل بطولة الاهلي الدولية زي البطولات اللي احنا بنسافرها بدل ما بنروح نصرف فيها 20 و30 ألف جنيه مثلا البطولة بتبقى في ناديك مش في مصر مش في يعني كفاية يعني كفاية انها في مصر مش في ناديك بتتعمل في النادي طب ملاعبنا تقدر تستوعب البطولة زي دي؟ ملاعبنا طبعا طبعا انا الملاعب اللي كنت بلعب بيها في كندا ملاعب النادي عندنا احسن منها 100 مره ده فعلا يعني الملاعب احسن منها بمراحل يعني مش ما تتقارنش يعني نقدر ننظم حاجه زي كده احنا ممكن ننظم الاهلي يعني بطوله وبطوله كبيره في النادي الاهلي مش بطوله بخمسه ولا بعشره ولا لا انت ممكن تعمل بطولات من البطولات العالميه طب ليه ما بنعملش حاجه زي كده صحيح بتبقى عايز سبونسرز مش عايز اخد سبونسر طب ما هو السبونسر موجودين يعني قصدي اقول لك ان النادي الاهلي متعاقد مع شركات سبونسر طب ايه المشكله ما نوجه جزء منها يروح للسكواش لا انا هجيب كابتن ناصر يا جماعه كابتن ناصر يكون معانا بقى في حلقه عشان نتبنى الموضوع ده الحقيقه لا ليه كابتن ناصر بيحاول والله بيسعى فيها بس يعني مش شرط لو انت بتسعى في حاجه تلاقي حد بيس يعني مش انا فاهم بس يعني هي الفكره كلها انا عارف ان المجالات بس هي الموضوع بيبتدي بحلم انا نفسي اشوف بطوله دوليه في السباحه نفسي اشوف بطوله دوليه في السكواش النادي الاهلي نفسي هي الفكره انها كانت بتتعمل يعني هي الموضوع موجود يعني البيزك نفسه موجود فان هي تتعمل مش صعبه يعني صحيح. انا شايف وبعدين هتساعدنا احنا كتير جدا ان انت بدل يعني ما تسافر البطولات دي بره بعدين في حاجه اسمها عندنا في السكواش زي وايلد كارد وايلد كارد ده مثلا لو انت بيخليك تبتدي من دور 16 زيك زي نمره واحد على البطوله بس ده انت من حقك تاخده مره واحده في السنه ولما حاجه زي النادي الاهلي تبقى عامله بطوله النادي يعني الشخص اللي عامل البطوله ده اللي بيختار مين اللي ياخده كمال يعني من حقك انت تختار فانا مثلا عشان العب انا ايه اللي اخرني على مسافرت كندا يدخلك 16 على طول انا كنت مثلا ترتيبي 500 وحاجه زي ما بقول حاجه ما كنتش عارف العب بطولات ما بتقبلش فيها اصلا لان مثلا بيلعب فيها رقم 400 بيلعب فيها رقم 300 فانا مش عارف اروح البطوله ليها عدد لعيبه معين فاهم فانا مش عارف اروح البطوله لازم تقعد تحسن في الرانك بتاعك البطوله بالظبط فالبطوله الكبيره ديت لما رحتها دي فرقت معايا فالنهارده الحمد لله مثلا بقيت اتقبل في البطولات اللي انا ما كنتش عارف اتقبل فيها فدي حاجه بتساعد فالنادي مثلا لو كان عامل بطوله او حاجه زي دي ما كنتش مثلا قعدت 4 شهور حتى على ما الاقي بطوله طب خليني اقول لك مش ممكن من مصاريف اشتراك اللاعبين يعني مثلا البطوله دي في العادي ممكن يشترك فيها قد ايه؟ بيشترك فيها لا يقل عن 64 لاعب مثلا نقول 64 لاعب ده رجال زيهم سيدات طب صح يعني نقول مثلا 128 لاعب ولاعيبه مصاريف الاشتراك بتبقى قد ايه مثلا في الحته الكبيره دي بتبقى مختلفه شويه انا بدفع اشتراك سنوي لاتحاد اللعبه كله مش الاتحاد المصري بس فهمت يعني يعني انا سي بدفع اكس للاتحاد بادجت للاتحاد مثلا يعني ما بتدفعش بالبطوله لا ما فيش بطوله لا يبقى كده فعلا لازم هي لازم سبونسر هي مش عايزه بحاول اشوف لأي حته لا 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 كده انا اصلا كنت انا وولد صاحبي خالد يوسف وبالمناسبه يعني خالد يوسف كان لعيب سكواش وبطل خلاص ما بقاش يعني بيلعب بس دايما لما بيلاقيني محتاج ان انا اتكلم معاه هو اكتر واحد ممكن اقعد اتكلم معاه برضه سكواش يعني. وبينزل يلعب كمان معايا فكنت انا هو كنا في فتره كنا هنعمل بطوله كان عندنا فكره الصراحه يعني إيه؟ حلوه جدا هتقول لي طيب لا اقول لك طبعا مفيش مشكله بس انا عايز النادي الاهلي اللي يعملها مش عايز حد تاني اللي يعملها مش مهم انا اللي اعملها النادي الاهلي اللي يعملها طب قولها احنا عندنا 8 ملاعب في النادي الثمان ملاعب
يعني احنا عندنا حاجه اسمها الادوار التمهيديه. دي ممكن بتخلص على ثلاث ملاعب، ده انا بقول لك احنا عندنا ثمانيه. فان هي تتعمل سهله جدا. وعايز احط سنتر كورت لو نفع في الباسكت خير وبركه، عشان دي صاله مغطاه بالمدرجات، او يتحط في الاوبرا. او يتحط فين؟ في الاوبرا، عشان تبقى حاجه سياحيه وندخل منها ونشط السياحه. يعني لو دي حاجه هتفيد برضو البلد ده يا ريت طبعا. ان ملعب زي ده يتحط في الاوبرا والملاعب في النادي الاهلي، وبتقعد في الاوتيلات اللي جنب والمحيطه للبطوله، وتبقى بطوله عالميه كبيره. فدي حاجه انا كان نفسي اعملها جدا، وكانت فكره يعني كانت فكرتنا الصراحه احنا الاثنين، فكانت حلوه جدا. حلوه جدا على فكره، جميله. وبطوله دوليه، ما هي بتصب في الاخر في بطوله دوليه للنادي الاهلي. يعني لانها تقام على ملعب النادي الاهلي، وهيكون ملاعب التدريب. يعني انا حتى وانا بتكلم معاه هو مش من النادي الاهلي، فبيقول لي اشمعنى في النادي الاهلي؟ عشان انت بتلعب في النادي الاهلي. قلت له هو لازم يبقى في النادي الاهلي. قلت له ايوه، هو قلت له لازم يبقى فيها النادي الاهلي طبعا. هو عضو في النادي، انا عارف بس يعني مش متواجد قوي في النادي عشان هو ساكن بعيد. فقال لي يعني عشان لا عشان النادي الاهلي يعني لازم يبقى فيها النادي الاهلي. اقول له لازم. لا طبعا، يا رب الحلم ده نشوفه يتحقق يا رب. الحقيقه انت نورتنا يا كابتن احمد والله. الله يخليك. وكان حوار جميل جدا. يمكن انا اعرفك على المستوى الشخصي واعرف قد ايه انت انسان جميل جدا. الله يخلي حضرتك، ده شرف لان انا اكون مع حضرتك في قناه الاهلي طبعا. ربنا يوفقك كابتن احمد حسني طبعا، لاعب الفريق الاول او لاعب الرجال السكواش بالنادي الاهلي. شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا لحضرتك جدا كابتن هيثم والله. شكرا. اعزائي المشاهدين، انتهى اللقاء مع الكابتن احمد حسني طبعا، لاعب الفريق او لاعب الرجال السكواش في النادي الاهلي. الحقيقه اللي هو يعني بيحقق مركز جيد الاول محليا على مصر، وبدأ مشواره الدولي ان شاء الله ربنا يوفقه فيه. هنطلع لفاصل صغير وهنستقبل ضيفنا الثاني الكابتن احمد الجزار، مدرب فريق ناشئات سله النادي الاهلي. ما تروحوش بعيد، هنناقش حاجات كتير جدا في كره السله.